بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة من تفسير الطبري، اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري. سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يطع الله ورسوله منكن وتعمل بما أمر الله يعطيها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس، وأعتدنا لها في الآخرة عيشا هنيئا في الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من نساء هذه الأمة، إن اتقيتن الله فأطعتنه فيما أمركن ونهاكن، فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن فيطمع الذي في قلبه ضعف لضعف إيمانه في قلبه، فهو يستخف بحدود الله أو متهاون بإتيان الفواحش. وقلن قولا قد أذن الله لكم به وأباحه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقررن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، وأقمنا الصلاة المفروضة وآتينا الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن، وأطعنا الله ورسوله فيما أمراكن ونهياكن، إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والسنة، فاشكروا الله على ذلك، إن الله كان ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة، خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين والمصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم،
والصادقين لله فيما عاهدوه عليه والصادقات فيه، والصابرين لله في البأساء والضراء والصابرات، والخاشعة قلوبهم لله والخاشعات، والمؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤديات، والصائمين شهر رمضان والصائمات، والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والحافظات، والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات كذلك، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وثوابا في الآخرة عظيما، وذلك الجنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهيا فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدي والرشاد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية وأنعمت عليه بالعتق، يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك زوجك، وخف الله في الواجب عليك في زوجتك، وتخفي في نفسك يا محمد محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها، والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك، وتخاف أن يقول الناس أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته زوجناك زينب بعدما طلقها زيد، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في نكاح نساء من تبنوا وليسوا أولادهم إذا قضوا منهن حاجاتهم وفارقوهن، وكان ما قضى الله من قضاء كائنا لا محالة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من إثم فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها، مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله في أنه لم يؤثمهم بما أحل لهم، وكان أمر الله قضاء مقضيا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد من الرسل الذين يبلغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه، ويخافون الله في تركهم تبليغ ذلك إياهم، ولا يخافون أحدا إلا الله. وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليها.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من رجالكم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم، لا يخفى عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا، وصلوا له غدوة صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ربكم إذا أنتم فعلتم ذلك يرحمكم ويثني عليكم هو ويدعو لكم وملائكته، وقيل يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد الله، تدعو ملائكة الله لكم فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى، وكان بالمؤمنين به وبرسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا، وأعد لهؤلاء المؤمنين ثوابا لهم على طاعتهم كريما، وذلك هو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا محمد إنا أرسلناك شاهدا على أمتك بإبلاغك الرسالة ومبشرهم بالجنة إن صدقوك، ونذيرا من النار أن يدخلوها إنهم كذبوك، وداعيا إلى توحيد الله بأمره إياك بذلك، وضياء ينير لمن استضاء بضوئه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر أهل الإيمان بالله يا محمد بأن لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفا كثيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع لقول كافر ولا منافق، وأعرض عن أذاهم لك واصبر عليه، ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده، وفوض إلى الله أمورك وثق به، وحسبك بالله قيما بأمورك وحافظا لك وكالئا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من إحصاء أقراء ولا أشهر تحصونها عليهن، فأعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال، وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى، وأحللنا لك إماءك اللواتي سبيتهن، وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق إن أراد أن ينكحها، فحلال له أن ينكحها إذا وهبت نفسها له بغير مهر، خالصة أخلصت لك، ليس ذلك للمؤمنين. قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، وعلمنا ما فرضنا على المؤمنين فيما ملكت أيمانهم، فإن جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات لهم حلال بالسباء والتسري. إنا أحللنا لك يا محمد أزواجك اللواتي ذكرنا في هذه الآية وامرأة مؤمنة لكي لا يكون عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف، وكان الله غفورا لك ولأهل الإيمان بك رحيما بك وبهم أن يعاقبهم على ذنب بعد توبتهم. الخلاصة من تفسير الطبري.